شوفوا شو راح نعمل الان. راح نعمل روتيشن حوالين الفيكست اكسيس. اول شيء راح احطهم هون الفيكست اكسيس. فانا خليت زوايا مختلفه. فمثلا حطيت جاما. جاما مرتبطه بالاكس اكسيس الفيكست. واذا بدك حتى نكون احنا مأكدين على حالنا راح انزلكم هذا الاكسرسايز. هيو ذا فيكست. الفيكست مرات بنسميه اكسترينزك يعني خارجي كانه. وهان اباوت ذا about the around the fixed x axis, the fixed y axis with the fixed z axis. هلا رح نعمل الروتيشن بهذا الترتيب. رح نعمل روتيشن حوالين x بالاول. هلا هذه بتمثل هاي بتعطيني rx تعطيني 3 باي 3 ماتريكس. احنا لسه ما رحنا على الترانزليشن. راح نحاول اليوم نكمل نحكي عن الترانزليشن. عم نحكي بالروتيشن. هذا طيب شو الروتيشن اكس؟ هذا راح تلاقيه في الماتلاب. من وين جاي هاي الفانكشن؟ من الروبوتكس تول بوكس من بيتر كور. فاعمل هون هو فانكشن بعطيه انا الزاويه اللي بعمل فيها روتيشن حوالين الاكس، وهون بعطيه الزاويه اللي بعمل فيها روتيشن حوالين الواي. طيب شو 2 باي على 360؟ تحويل من ايش؟ وبعدين عندي هون بدي اعمل روتيشن حوالين الزد. هذا راح يعطيني 3 باي 3 ماتريكس. هذا راح يعطيني، متذكرينهم 3 باي 3؟ وين مشاكبه؟ لما يكون الروتيشن حوالين الزد شو بكون عندي الثيرد ايتم؟ بكون 1 0 0 1 0 0 1. اوكي فببين معنا. فهذول عندنا راح نعمل، راح حددت الزوايا الثلاثه، حددت قيمهم، راح اعمل روتيشن حوالين الاكس واشوف شو الماتريكس ال 3 باي 3 روتيشن ماتريكس اللي بتعمل لي روتيشن حوالين الاكس باي جاما ديجريز او جاما راديانز، واي نفس الشيء وزد وجه. بعدين شو عملت هون؟ راح اضربهم الثلاثه ببعض، راح يطلع معي ماتريكس جديد راح يبطل فيها الزيروز والونز اللي كنا نشوفهم. اه تتذكروا الثلاثه اللي كانوا حوالين اكسس ايش كان يكون فيهم؟ كان في كولوم يكون 001 او 010 او 100 وفي رو نفس الشيء. معناها انه مثلا هون الاكس ما راح يتغير، هون الواي ما راح يتغير، هون الزد ما راح يتغير. لما بضربهم الثلاثه ببعض، هلا الضرب بهذا الاوردر واحنا بنعرف انه كولوم فيكتورز مش رو فيكتورز، كولوم فيكتورز. معناها مين الاوبريشن الاولى؟ اخر وحده. لانه احنا راح نعمله، خلينا اكتبهم هون عشان يبين. لانه انا اذا عندي عمالي بقول انه بي مش راح يزبط هون اكتبها بي سب اي بتساوي بي سب الروتيشن ماتريكس مضروبه في بي سب بي. طيب راح اعمل ران لهذا بعدين شوفوا ايش راح اعمل. من هون راح اضربهم الثلاثه طلعت معي الماتريكس الثالثه الاخيره. بتعرفوا تضربوهم مش هيك؟ لو اعطيتكم هذول الثلاثه بتعرفوا تضربوهم بهذا الاوردر. وتذكروا قلنا الاوبريشن هاي ايش؟ اسوسييتيف بات نوت كوميتيتيف. ما بقدر اعكس الترتيب بس بقدر اضرب ار في زد، ار زد في ار واي بالاول بصير، وبعدين اضربها في ار اكس، وبصير اضرب ار واي في ار اكس، وبعدين اضرب ار زد فيهم. هذه اسوسييتيف بس نوت كوميتيتيف، ما بصير عكس اي اتجاه، راح يعطيني شيء مختلف. هذا معناه الترتيب. اذا خليني بشتغل بكولوم فيكتورز هي عباره عن روتيشن حوالين الاكس الفيكست اكس، حوالين روتيشن حوالين الواي فيكست واي، وروتيشن حوالين الزد فيكست اس. انا حاطط هون بس بوز عشان تقدروا تشوفوا الماتريكس قبل ما نكمل الخطوه اللي بعدها. هلا في انستراكشن فخم جدا عامله هون بيتر كور، بيعمل شيء اسمه ترانسفورميشن او ترانزليشن انيميت، بيعمل انيميشن بحركه شوي شوي عشان تشوف الروتيشن كيف. فراح نشوف الروتيشن كيف بيتحرك. شوفوا شو راح اعمل انا. راح ابدا اول شيء من العادي اللي هو 100. ايش يعني 100 010 001 اللي هو الريفرنس الاصلي. اه فانا هو باي ديفولت اذا ما ذكرت له من وين هو راح يجي راح يفترضوا انه هو الاوريجن الاصلي. فروح منه الى ار اكس، بعدين راح يروح من ار اكس لار واي في ار اكس، بعدين راح يروح من ار واي في ار اكس لار زد في ار واي في ار اكس. هلا بنشوفها. هلا نعمل رن. انا بعرف في اشياء لازم كنت اعملها او لساها موجوده. هلا بنشوف. هي على الكوماند ويندو اعطاني، هي اعطاني بس هون لاني حاطط انا بوز، اعطاني الثلاث زوايا ها وحولهم لديجريز، هي مجهزات ديجريز مضبوط 75 تقريبا. هلا ايش اعطاني؟ هاي روتيشن حوالين ايش؟ واضحه انها مين اللي ما تغيرش؟ الاكس ما تغير، تغيروا الواي والزد بسبب نعمل روتيشن مقداره 75 درجه، وطبعا راح يكون بوزيتيف. واحنا عارفين البوزيتيف ايش راح يكون؟
باخذ اتجاه الاكس، هاي بتكون البوزيتيف انجل. كيف؟ فاذا الاكس كان وين حطينا احنا الاكس؟ هون حطيناه هون، مش هيك؟ هاي اتجاه الاكس، فالزاويه بوزيتيف بتكون هيك ونيجاتيف بتكون هيك. اوكي، اذا هاي اول ماتريكس. هلا الماتريكس الثانيه هي روتيشن، واضح انها روتيشن حوالين وين؟ روتيشن حوالين الواي، مزبوط. واللي تغيروا هم الاكس والزد، ومتذكرين ماينس ساين ثيتا وساين ثيتا او ساين بيتا بالحاله هاي. وعندي الثالثه هيها نفس الشيء، عندي هذه واضح انها روتيشن حوالين الزد، هي عندي الواحد 0 0. هلا بضربهم الثلاثه بس بالاوردر الصحيح، فبدي اضرب ار زد مضروبه في ار واي مضروبه في ار اكس. هي اعطاني الماتريكس الجديده. هلا انا حطيت سب اف هون عشان ااكد انها فيكست. اوكي، فيكست روتيشن، فاعطاني هذول الثلاثه. هذول الثلاثه ببساطه هم حاصل ضرب الثلاثه اللي موجودين هون. اوكي، انا مش معرف الباث، خليني ارجع اعرف الباث. اد باث، اوكي هاي نسيت اعملها، المفروض نعملها عشان نضيف الباث ونشغل كل ال نعمل سيتنج اب للفانكشن مره ثانيه. هلا خلينا اعمل له رن، راح نعمل رن مره ثانيه. هاي عندي ار اكس ار واي ار زد ار اكس واي زد اف، وهلا المفروض يطلع عندي تمام. هاي اول روتيشن حوالين مين؟ الاكس. هلا الثاني حوالين الواي فيكست، مش الواي نفسه، الواي فيكست، هاي الواي فيكست، هذه حوالين الواي، هاي الثانية، والثالثة حوالين الزد فيكست، فأعطتني النتيجة النهائية. شايفين هاي قوة الترانيميت، ترانيميت تي ار انيميت. إذا هاي عبارة عن ترانسليت. طب مين بدينا؟ بدينا بإكس واي زد، وضربنا ار زد في ار واي في ار اكس، ولو عندي فيكتور بي بي وضربت هذول الثلاثة فيه بتحول برجع بالنسبة ل إيه. اوكي، نرجع مرة ثانية لهون. هي عندي الريفرنس الأصلي، أنا عملت روتيشنز مختلفة، صفيت هون. إذا عندي بي معرف هون بهاي، معرف بيونت فيكتور يونت فيكتور يونت فيكتور، وضربت في هاي الترانسفورميشن راح يطلع الإحداثية تبعته، بس بالنسبة لمين؟ بالنسبة للأوريجن. اوكي، هلا حتى أفرجيكم الطريقة فعلا إنه هذا بيساوي زد واي إكس في الأويلر، راح نستعمل تول ثاني. راح اسكر الان هاي وراح ارجع الان استعمل هلا هاي كمان فانكشن. مين كاتبها؟ تريبل انجل، موجوده بالتول بوكس كمان. هلا عندي هون ار بي واي رول بيتش يو ويت، انا مش متاكد بالضبط ليش ويت فانكشن، بس هي بتعطيني هلا، المفروض تعطيني هذه. عندي تول ثانيه. هلا متذكرين الزوايا قديش كانوا الزوايا الثلاثه؟ خلينا نكتبهم هون على جنب عشان نستعملهم. ايش كانت زاويه جاما اللي عملناها حوالين الاكس؟ 75 وشيء، مش هيك؟ 75 و6. عندي كانت بيتا حوالين الواي اكسس، قديش كانت قيمتها؟ 43 و2 بالعشره ديجريز. واللي حوالين الزد اللي هي الفا قديش كانت؟ 68 و4. هذول كلهم مضاعفات 3.6. هلا رح تشوفوا ليش. هلا احنا ايش النظريه تبعتنا بتقول؟ هلا هذا بيعمل اويلر ترانزليشن، بيعمل ترانزليشن روتيشن حوالين مين؟ حوالين الجديد اللي تحرك، يعني هذول اويلر انجلز. فهون حتى اعمل نفس الاثر اللي عملته هناك، ايش لازم ابدا بالاويلر انجلز؟ بالزد. فبنبدا بالزد. هلا حتى ابدا بالزد راح اعمل هذه هون، احطها زد، هذه راح احطها واي، وهي راح احطها اكس. نبدا بالزد، قديش الزد كانت هناك؟ هلا اطلع حوالين وين؟ هلا في البدايه ما راح يختلف، اول وحده ما راح تختلف لان هي نفس الزد، الزد الاصليه هي نفس الزد الجديده. قديش كانت؟ 68؟ 67. الزد زد 68 و4 بالعشرة. فبنبدا بزد، هي عم بلف، شايفين وين بلف؟ حوالين مين؟ هل هذا البوزيتيف زد؟ مضبوط، هي بوزيتيف زد، مضبوط؟ بناخذ الفيكتور الزد لفوق وبتصير هاي الزاويه هي بوزيتيف. فبنلف احنا هلا هون 68 و4 بالعشرة، انا حطيت مضاعفات 3.6 لانه كل كبسه على هذا بعطيني 3.6. هاي اول روتيشن. هلا شوف المهم، لما بلف حوالين واي مين الواي اللي بلف حواليها؟
هل واي اختلفت الجديدة عن القديمة؟ طبعا اختلفت، هاي واي الجديدة وهي واي القديمة. فالمفروض إذا هون أويلر أنجلز ألف حوالين الواي، فبدنا ألف حوالين الواي قديش؟ 43. هلا عم بلف حوالين، ملاحظين عم بلف حوالين الواي؟ الواي ما تحرك الآن، عم بلف أنا حوالين. فالإكس والزد البلين اللي موجود فيه الإكس والزد عم بلف حوالين عمودي على في البلين عمودي على الواي. قديش بدنا نلف؟ 43 واثنين بالعشرة. وبعدين راح ألف حوالين الإكس قديش؟ 75. وهلا عم بلف حوالين الإكس، واضح إنه بلف حوالين الإكس؟ الإكس الجديدة اللي تحرك هاي هون عندي 74 75 و6 بالعشرة، مظبوط؟ 72 مظبوط؟ هلا إذا شغلنا مظبوط شو مفروض يكون؟ مظبوط؟ هذه أسهل أن تفهموها من إني أشرح لكم ليش الـ X, Y, Z رياضياً في under one transformation اللي هي الفيكسد بتساوي Z, Y, X under الثاني. ولذلك صار عندي نظامين، في عندي نظام اسمه الـ X, Y, Z fixed، وفي نظام اسمه Z, Y, X Euler، والتنين identical بس الاختلاف صار بتطبيق الأنجلز. هلأ إحنا حتى نعمل معادلات وماتريسيز مين أسهل إني أطبقه هون؟ الفيكسد، مش هيك؟ بحط الفيكسد، بس انا عارف انه الفيكس اللي بحطه ترتيبه هو معكوس ترتيب هذاك. اوكي ماشي واضح. هذا يمكن بفسر اللي انت سالت عنه المره الماضيه، انت كانك كنت تحكي عن الاويل، مزبوط؟ هلا بنكتبها وبنشوف. اوكي ماشي واضح. ضروري تستعملوا هاي، تبقى تستعملوا هاي الاشياء، فيري فيري باورفول تول. في كثير اشياء لما نوصل بدنا نعمل سيميليشن لروبوت وروبوتك ار نعملها اسهل بكثير اذا كانت تستعمل هذا من انك تكتب الفانكشنز بنفسك.